مرات يجي زبون بانه عنده قرصه بباله ويطلع تليفونه بانه القرصه بتليفونه، مرات لا يقول لك على راحتك على مزاجك شلون. هسه اكثر شيء الحفر. اكو اختلاف هواي. اي كشكله، شوف تقصه تناسب الشكله وتقص لها اذا قال لك على ذوقك انت وعلى مزاجك. بس اذا قصه بباله انت ما تقدر تحكم عليه هو ذوق. جامدنا درجة أولى، إحنا نظافة درجة أولى، كله استخدام واحد مثل ما تشوفون، كله استخدام واحد. الحجامة تخلصك من واي أمور، الحجامة تخلص من واي أمور، تنشط الدورة الدموية بالجسم، تخلص الكوليسترول بالدم تخففه، تقوي دقات القلب، هواي يعني تخلص الجسم من هاي، تقوي عضلات الجسم، هواي إلى فوائد الحجامة. هم لما يجيك الزبون تسأله عن الآلام، عنده زيادة بالدم ما عنده، إذا عنده زيادة بالدم نكثر له بالقلاصات عم تتخلص من هاي الأمور اللي عنده الزيادة واللزوجة. المدخنين نضيف له أول بداية ثلاثة، لأنه واحد يصير عنده لزوجة 100%، فإن قاعد نضيف له اثنين للزوجة، هذين اثنين للزوجة ترسل ما بيها كل مجال للمدخن. حمام بشوات بغداد، حمام راقي، ساونات بي حلوه مرتبه، المي مالته نظيف. والله اشكرهم على الكادر اللطيف، معاملتهم حلوه وحمام نظيف يعني مرتب، والله يوفقهم ان شاء الله. قسم التدليك هذا يعني تشيس والليفة وطلع الخلايا الميتة من الجسم ونفتح البسامات والليفة ننشط فيها الدورة الدموية بالتدليك. وقبل ما أمد إيدي عليه أقول له خاف، عنده الزلاغ، عنده النسع، عنده أصابع. تدليك يجي الزبون نستقبله عند التدليك، نضربه أول بداية الأمر كيس تدليك لإزالة السموم وإزالة الترسبات أو الشحوم اللي موجودة على جلد الإنسان، مما راح ينطي راحة تامة لجسمه. وأحب أذكركم شغلة واحدة، بأنه الحمام ليس فقط غسل الجسم وإنما هو راحة نفسية للجسم بعد ارهاق العمل والتعب. بالسبوع يجي ليوم للحمام يقضي وقت ممتع ويغسل وراحة جسم وباله ويطلع. احنا متعلمين يعني كل اسبوع تقريبا، كل اسبوعين نجي الحمام السوق، حمام بشوات بغداد، نلقى الراحة التامة بيه لان حمام حديث، واحنا متعلمين ابا عن جد نجي للحمام وان شاء الله نلقى الراحة النفسية بالحمام مال بشوات بغداد. طبعا اتذكر ويا جدي لما نجي ويا والدي حمام السوق، بدنا نعيده احنا كشباب تقاليد. طبعا حمام بشوات بغداد احنا نستلم الزبون من بدايه الباب لحد ما يدخل الاخر قسم، هو ندخل هنا يخلي اغراضه، يعني اغراضه الثمينه، نعطي رقم مال لوكر يدخل جوا ينزع ملابسه، ووراها اذا يحب يعني نسأله قبل ما يدخل نقول له مثلا تريد حلاقه، تريد حجامه، تريد مساج، تريد دلاك، نسأله يعني قبل ما نقول حتى نقدر نرشده على الاقسام مالتنا. والله احنا زبايننا يعني من كافه انحاء العراق، يعني لان احنا الحمام الاول بالعراق، يعني من 2014 احنا يعني سباقين بافتتاح الحمام.
والله ان شاء الله يعني هسه راح نسوي اقسام جديده اللي هو بالطابق الثاني، يعني ان شاء الله راح يكون مغاير شلون كل الحمامات راح نسويها مفاجاه ان شاء الله للزبون. اكيد احنا ندعو كل الزبائن يجون البشوات بغداد، وهم احنا يعني زباين ما شاء الله يعني يعرفونه يعني.